هكذا الأمة المحمدية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. من أفسد الجسد؟ من عطل وظائف الجسد؟ من شل الجسد؟ من غير هذه المبادئ؟ من أضعف أمة محمد؟ من أسقطها إلى الحضيض؟ من أورثها الحقد؟ من أورثها البغضة؟ اسمعوا الجواب من النبي محمد، يقول: أصابكم داء الأمم. إذن في غزو أصابكم داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه، إذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم، خلي الناس إذا التقيت بهم يشعروا إنك رسول سلام. لن تكذب، لن تغتاب، لن تضر، لن تفسد، لن تبهت، لن تنوي نية سيئة، لا يصيبك سوء الظن. نريد في مجلسنا لا يصيبنا سوء الظن، تكون قلوبنا واحدة في هذا المجلس، نخرج بجمعية واحدة نتقربها إلى الله بواسطة النبي محمد، أن الله تعالى يزيل عن خواطرنا من الداخل سوء الظن بس فقط في المجلس، ويرفع مستوى إدراكنا حتى نريد أو نقول: ماذا يريد منا رسول الله؟ لماذا يريد أن نزيل سوء الظن؟ لماذا يقول افشوا السلام بينكم؟ لأنها ما تستقيم معاني الشرف في هذه الأمة إلا إذا زال عنها الحقد، إذا زال عنها البغضاء. لكن في مخلوق متربص، متربص بالنفس من الداخل، متربص بالعقل، متربص بالروح، متربص بالجوارح، دائما يضع للإنسان أكثر من صورة، أكثر من رؤية، أكثر من علة، حتى يشوش عليه المشهد، شوش عليه الفهم، شوش عليه الاستعداد، فيعيش في هذا الضبابية. وندعو الله تعالى لكل الشرائح الاجتماعية المبسوطة في هذه الأرض وفي أشباهها وفي أمثالها، أن الله سبحانه وتعالى يعرفنا أولا شرف التوحيد للمولى، ثم شرف الخدمة للنبي محمد.